في ملف آخر، الحكومة تناقش كلف الشحن البحري من وإلى العقبة. طبعا هذا الموضوع له انعكاسات مهمة على البضائع، نتابعه مع الأستاذ نائل الكبريتي رئيس غرفة تجارة الأردن. أستاذ نائل، مساء الخير. على مسيب الخير، أهلا بك. كان هناك اجتماع لنقابة وكلاء الملاحة ووزارة الزراعة وكذلك وزيري النقل والصناعة والتجارة. ابتداء لو أردنا أن نشرح للمشاهد ما أهمية كلف الشحن البحري. أولا الله مسيكم بالخير سيدي الكريم. كلفة الشحن البحري أو البري بغض النظر ما هي الوسيلة تضاف إلى قيمة السلعة، ثم تنعكس هذه القيمة على قيمة البيع بالمفرد للمستهلك، فبالتالي تزيد الكلفة على المستهلك. هناك في عاملين، العامل الأول هو العامل الداخلي ثم العامل الخارجي. العامل الخارجي هي كلفة النقل البضائع عن طريق الحاويات أو غير الحاويات، بس معظم البضائع تأتي عن طريق الحاويات، وزاد ارتفاعها أكثر من 300-400%. يعني الحاوي اللي كنا ندفع رسوم شحنها من الصين على سبيل المثال وليس الحصر كنا ندفع 1000-1200-1500 بحد الأقصى، الآن عمالنا بندفع 6-8000 دولار. ما سبب هذا الارتفاع؟ هذا الارتفاع سيدي المبرر العالمي أن هنالك شحة في موضوع الحاويات الفارغة الراجعة، يعني عندما أنت تستورد بضائع يجب عليك إرجاع الحاويات، فبالتالي الحاوي ترد تعاد ترتيبها وشحنها لزبون آخر. هنالك في شحة في عملية إرجاع الحاويات من العالم التي يستورد كميات ضخمة، أمريكا، الهند، الصين، وذلك لموضوع جائحة كورونا اللي هنالك تعطل كبير في الموانئ، فبالتالي هنالك شحة في الكونتينر. نعم. طيب أستاذ نائل، هذا الموضوع الارتفاع هذا بهذه الصورة من متى بلش؟ هذا صار له سيدي أعماله الزيادة بلشت من شهر 8 السنة الماضي، ولكن خلال 3 أشهر زادت بشكل ملحوظ بشكل كبير. يعني كانت هنالك زيادة تدريجية ولكن زادت خلال 3 أشهر الماضي بزيادة تطاردية بشكل كبير. ولكن هنالك كمان في عامل آخر اللي هو العامل الداخلي، وهو هنا يقع على مسؤولية الحكومة أن تتخذ القرار لتقليل الكلفة وتقليل الفترة الزمنية، مش بس فقط الكلفة وتقليل الزمنية. وكان بالأمس اجتماع مطول مع معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ومعالي وزير النقل ومندوب عن معالي وزير الزراعة ووكلاء الملاحة وغرف التجارة وغرف الصناعة وكل ممثلين القطاع الخاص الذين يشكلوا الأغلبية في تمثيل القطاع الصادي. كان الحوار كالتالي. نعم. أن هنالك تكلفة بحرية، هذه التكلفة البحرية الخارجية احنا غير قادرين يعني نتدخل فيها لا من قريب ولا من بعيد، ولكن هناك تكلفة داخلية. التكلفة الداخلية تأتي البضاعة من الباخر الميناء ثم إلى الشاحنة. هنالك تكلفة من قبل شركات أو الشركة الوحيدة اللي هي الACT الحاويات في العقب التي تعطى رسوم مرتفعة، ثم يأتي رسوم التي تدفعها إلى وكيل الباخرة وهي رسوم مقارنة مع أي مكان آخر مرتفعة، ولكن وكيل الباخرة يعزز الارتفاع أن هنالك الرسوم تؤخذ هو يحصلها، ولكن هو ليس قابض هذه مباشرة، وهي تدفع إلى جهة ثانية اللي هي تعاد إلى الميناء، فبالتالي الميناء تحصل رسوم منا مباشرة وتحصل عن طريق الوكيل الباخر رسوم أخرى. هذا ما تم الحديث فيه من قبل الوكلاء أو نقابة الملاحة. وهنالك تكلفة إضافية هي تكلفة النقل، النقل البري مكلف جدا. نعم. زائد القرارات اللي تم اتخاذها في مرحلة سابقة أن الشاحنة غير مسموح لها تحمل أكثر من حاوية رغم أنها سعتها حاويتين، فبالتالي تزيد عليك الكلفة. كذلك عدد الشاحن النقلات مسموح لك عدد معين أن تنقل بالشهر، والأسباب التي أدت لاتخاذ القرار لتشغيل الأسطول البري الموجود عندنا. يعني هذا الأسطول أنت بتشغله ولكن أنا بدفع تكلفته وبدفع تكلفة الزائدة، والمواطن بالنهاية هو اللي بيدفع والمستهلك هو اللي بيدفع. فهذه القرارات عشان تحمي قطاع دمرت قطاعات أخرى للأسف الشديد. وهنالك في قضية مهمة جدا كمان بزيد التكلفة اللي احنا ناقشناها، هي موضوع الجمارك. اليوم الجمرك بياخذ مني قيمة البضاعة مضاف إليها قيمة الشحن، فأنا بدفع قيمة البضاعة زائد الشحن. يعني على سبيل المثال إذا احنا استوردنا حاوية من أي بلد تكلفتها 5000 دولار على سبيل المثال أو 10000 دولار،
بنضيف لها ال 8000 او ال 6000 دولار الشحن وبنجملكها على 16000. فاذا ما بين جمرك وضريبه مبيعات مرات توصل ل 50%، فانا عمالي بدفع جمرك على السلعه قيمتها وعلى الشحن، والشحن غير مبرر. فبالتالي الاسعار ترتفع بشكل ملحوظ وراح ترتفع بشكل ملحوظ، والمبرر القضيه الجمركيه. ولكن عندما تنظر الى الشارع وتستمع الى الشارع راح يلوب التاجر، التاجر هو ليس يعني صاحب العلاقه بهذا الموضوع. انا اليوم لما بدفع 1000 دولار كنت بالسابق على الشحن، وبدفع على ال 1000 دولار 50% جمرك يعني 500 دولار، نعم. بحط ال 1500 على قيمه البضاعه، ولكن اليوم 8000 زائد 4000 12000 دولار بتضيفهم على الـ على الـ على الـ على السلعه. هنا يجب ان تتدخل الحكومه وان تاخذ معادله وسطيه للمعادله الجمركيه للشحن، لانه ظل الشحن بارتفاع فهذا للاسف الشديد راح يؤدي الى زياده ملحوظه بالسوق للعديد من السلع، مش بس المواد الغذائيه، المواد الغذائيه وغير المواد الغذائيه. فبالتالي هنالك قرار يجب ان يتخذ من قبل وزير الماليه يتعلق بقضيه ايجاد معادله وسطيه لقيمه الشحن، هنالك قرار يجب ان يتخذ من قبل وزير النقل بما يتعلق بقضيه تنظيم واعاده تنظيم النقل والدور والحموله، وهنالك قضيه مهمه جدا يجب ان يكون هنالك مرجعيه لشركات البلاحه والميناء لتوحيد الرسوم، وتكون الرسوم على الاقل اذا لم تكن اقل مقارنه مع الدول المجاوره. طبعا هنالك ادعاءات كثيره انه بيعطوك دراسات انه هذه الدراسات احنا الاقل تكلفه، وهذا كلام غير دقيق. احنا تجار وبنجيب من عده دول وبنعرف وين التكلفه الحقيقيه. فبالتالي هنالك في عده قرارات يجب ان تاخذ. تم تكليف لجنه بوضع كل الامور التي تم ادراجها والحديث عنها في الاجتماع، وتم طلب منهم بتقديم تقرير ومصفوفه ما هي الامور الماليه، الترتبات الماليه، وما هي المعيقات التي تترتب على هذه الامور، ووضعها امام الوزراء المعنيين لاتخاذ القرار. وان شاء الله خلال الاسبوع القادم تكون المصفوفه جاهزه، وان شاء الله نستمع الى الوزراء في الجلسه القادمه، ويكون القرار يتناسب مع الوضع الاقتصادي اللي احنا بنمر فيه، وننظر الى الامر بطريقه ليس هي فقط جباي لخزينة الدولة من القضية الجمركية، ولكن ننظر إلى المستهلك اللي هو بالنهاية همي وهمك وهم الجميع، أن نوجد سلعة بسعر مناسب بأيدي المواطن الأردني. نعم، يعني أبدى الوزراء تعاونا في هذه المقترحات؟ سيدي يعني احنا بنكون بكل وضوح وصراحة، يعني احنا عندما اجتمعنا مع الوزراء كان هنالك تفاهم واضح وكبير، وهنالك تعاون مطلق ما بيننا، يعني بيننا وبين الوزراء المعنيين. يعني لاحظنا بهذه الفترة أكون واضح اختلاف كبير ما بين الوجهة النظر السابقة من وزارة النقل بالذات ووجهة النظر من معالي الوزير الحالي. طيب هذه المقترحات التي تفضلت بها، قيمة الشحن، توحيد الرسوم، تنظيم الحمولة، قديش ممكن تنعكس على الكلف؟ كم يمكن أن تخفض؟ الجمرك لحاله بينعكس فوق 20-25%، الجمرك لحاله. نعم. طيب نعم. الآن يعني هذه الارتفاعات اللي تفضلت بها وحكيت أنه وصلت إلى 300-400%، ما هي السلع والبضائع التي انعكس عليها في السوق المحلي بشكل مباشر؟ سيدي اليوم ما في سلعة بتأتي إلى الأردن إلا عن طريق الحاويات، إلا ما ندر. فبالتالي كل السلع يعني إحنا عندنا نستورد حوالي 20-25-30% عن الرقم بالضبط من الصين على الأقل. هذا كل شيء من الصين راح يرتفع، من الهند رغم يعني ظروف اليوم بالهند الصحية يمكن تؤثر حتى بزيادة ارتفاع الكلفة، لأنه يمكن موانع يكون في عندها هنالك في التعطل. كل ما أنا أتي الرز، السكر، هذا كله راح يتأثر سيدي. المواد الأولية، الشحن العائد راح يتأثر. فبالتالي التأثير يعني لا نستطيع أن نحدد سلعة، ولكن كل ما يستورد عن طريق الحاوي راح يتأثر في ارتفاع سعر الحاوي، وارتفاع أو زيادة نسبة الجمرك على الشحن راح يؤثر على قيمة السلعة. نعم. الآن في موضوع العوامل الخارجية العالمية، هل هناك أفق محدد وقت معين لتعود الأمور إلى طبيعتها بحسب ما فهمتم من الحكومة؟ سيدي الحكومة هي يعني لا تستطيع أن تعطيك التصور هذا، التصور هذا تصور عالمي، واللي بتابع الأخبار العالمية وبتابع تقارير الشركات يعني بيكون عنده تصور. يعني الشركات التي تتعامل بالنقل الكبير، الشركات اللي تملك العمالقة بالنقل،
البحري عندها تصور انه بشهر 8 ب 7 8 تبدا الاسعار بالانحدار، ولكن يعني انا لا استطيع ان اعول على هذا، ولكن هذا ما نسمعه بالتقارير. ولكن هناك في حل كان سابقا، نعم، انه الاردن كان يملك اسطول بحري، وكانت هناك شركه اردنيه بحريه تملك اسطول بحري متواضع مملوك للحكومه والقطاع الخاص، تم تخصيص هذه الشركه وتم انتهاء هذه الشركه، لا اعلم يعني شو مصير الشركه فانتهت. فالان الحل يعني ان يكون هنالك اسطول بحري تابع لجهه اردنيه تحمل العلم الاردني، لا تتاثر في 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 العوامل الخارجيه، لانه بيكون قرارها داخلي. نعم، مثل ما بتعمل العديد من الدول. ما الذي يعيق المضي بالعمل بهذا الاسطول؟ والله يا سيدي هذا انا لا استطيع، يعني هذه شركه، يعني شركه ضخمه راس مالها ضخم لانها تملك بواخر، هذا قرار يجب ان يكون قرار حكومي، يعني ما في اي عائق، يعني اذا كانت هنالك النيه موجوده والاستراتيجيه موضوعه، يعني بعتقد انه القضيه ممكن ان تتحقق بيسر. هنالك العديد من الناس اللي عندهم خبره الكبيره في هذا المجال، وعندهم كان يعني على علاقاتهم اللي ممكن يعني يستأجروا يشتروا، لكن بدنا اجتماع ما بين الطرفين الحكومي والقطاع الخاص، وأعطاهم التسهيلات وأعطاهم هذا الحق والمضي بهذا القرار. هناك استراتيجية، يعني نضع الاستراتيجية بعدين نفكر كيف بدنا نجمع الأطراف اللي بدها تنفذ هذه الاستراتيجية. طرح هذا المقترح أستاذ نائل في الاجتماع؟ والله طرح هذا الاجتماع، وبالعكس أنا لقيت تجاوب كبير من قبل معالي الوزير، وكان هنالك استفسار من معالي الوزير لماذا تم حل الشركة. طبعا يعني معالي الوزير لا يلام على الحل، لأن الحل ما كان بفترة سابقة وبعيدة المدى، فبالعكس كان هنالك جواب، ويعني وقرأنا من 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 تجاوبه إنه يعني أخذ الأمر بطريقة جدية للتفكير في هذا الموضوع. نعم، طيب لو أردنا بشكل سريع أن ننتقل إلى موضوع الآن القطاعات والقرارات الحكومية المرتقبة، ما هو المأمول؟ سيدي احنا يعني انا شخصيا لا استطيع ان اتحدث في قرار لم يتخذ، يعني انا بستغرب من العديد من الاشخاص الذين ليس لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد، من قرب من اصحاب القرار، ويبدأوا بنشر هذه الاشاعات وبنشر يعني التحاليل. يعني صعب علي انا ابني تحليلي او استراتيجيتي او ابلغ غيري حتى طالما القرار لم يصدر. احنا نتمنى من الحكومه ونطلب من الحكومه وطالبنا من الحكومه ان يكون قرارها مبني على قضيه اقتصاديه مع مراعاه الناحيه الصحيه. يعني اليوم اذا تم الفتح لساعات محدده وما راح نستفيد منها، فلن يكون هناك جدوى اقتصاديه. المطلوب من الحكومه على الاقل في المرحله الحاليه ان يكون فتح المحلات على الاقل للساعه 12 مساء وارجاع يوم الجمعه الى يوم عمل، يعني هاي اللي بتحرك الحركة الاقتصادية خلال العشر أيام الأخيرة في شهر رمضان المبارك، وخاصة للعديد من القطاعات التي تعتمد اعتماد مباشر على هذا الموسم ومواسم، يعني المواسم الأعياد. فهنا توجهنا للحكومة، هنا من الحكومة أن تنظر إلى الأمر وتأخذ هذا القرار مع مراعاة الظروف الصحية والتباعد وكل ما له علاقة بالحفاظ على صحة المواطن. ولكن أنا أتمنى من الجميع أنه ما نبلش نبني استنتاجات على إشاعات على على على, على سوشيال ميديا، ويعني خلينا نكون متفائلين، يعني التشاؤم في مرات مش صحيح، فيجب علينا ان ننتظر الى القرار مع توجه للحكومه بكل ما نستطيع من 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 من, من علاقاتنا، انه وصل رسالتنا للحكومه انه يجب علينا ان ننظر الى القضيه الاقتصاديه والان في مرحله صعبه جدا القطاع الاقتصادي، وننظر اليه في 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 في, في هذا الموسم، موسم اللي ممكن ان يعوض بعض الخسارات التي من يعني تم يعني نجت عن 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 العام الماضي من الاغلاقات. هنا نعم. القرار بعد ما يصدر نستطيع ان نتحدث عن يعني ما هي ايجابياته وما هو سلبياته، ومن قبل هذا الحديث هو عباره عن حديث يعني ناس بعتقد انه يعني لا يعني غلط ان نحكي بهذا الموضوع. نعم، استاذ نائل الكبريتي رئيس غرفه تجاره الاردن، شكرا جزيلا لك. حياك الله، حياك الله، أهلا وسهلا بك.